عليكم البنات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناة. كنتمنى انكم تكونوا كاملين على خير، ويا ربي يا ربي بعد علينا هذا الوباء وينزل علينا العفو ونرجعوا لعائلاتنا وحبابنا ووليداتنا ونرجعوا لحياتنا الطبيعية ان شاء الله يا ربي. فالبنات، بالنسبة للطبق ديال اليوم او للوصفة ديال اليوم، هي عبارة على واحد لو بلا كنت ديجا كليتو في جديده. بالنسبه للناس ديال جده غادي يكونوا تيعرفوا هاد البلاصه هادي، سميتها كاسفه. تيديروا هاد لي بلا هادو. فبالنسبه للمكونات البنات، ما عندناش بزاف ديال المكونات صراحه، فقط المكون الرئيسي اللي هو صدر ديال الدجاج اولا لادان اللي بغيتو. فانا خديت صدر ديال الدجاج اللي قطعتو بهاد الشكل هذا، رقيق وطويل بشكل طولي. فممكن تعوضوه بصدر ديال لاداند. فكي قلت لكم المكون الرئيسي ديال هاد الوصفه هادي هو صدر ديال الدجاج اولا ديال لاداند. فباش غادي نرافقوه، فعندي انا غادي ندير مع هاد السلطه هادي. فممكن انكم ديروا اي سلطه كتبغيوها، سواء ديال الروز او ديال نوع ديال لي بات اللي كيعجبكم. فقط انا غادي نستعمل معاه هذا. عندي هنايا الكرم اولا ليشو، عندي الخيار، عندي الجزر، وعندي الطماطم. ممكن انكم تضيفوا البصله اولا المايس اللي بغيتوا. المهم بالنسبه للسلطه فهي كتبقى على حسب الاختيار ديالكم. فبالنسبه هنايا عندي الفريت. فانا يا فريت هادي ديجا درت ليها نسلقه، ما كاملاش نسلقه، غير كتطلع الغليه مع شويه ديال المليحه والخل بطبيعه الحال. بالنسبه باش غادي نصايب هذا الطبق هذا، فكيف شفتوا ما فيش بزاف ديال التوابل. فقط عندي هنايا جوج صوص ديال الثومه، عندي شويه ديال الملح، عندي شويه ديال الابزار، وعندي سكينجبير اللي خاصو يكون شويه بزايد. وغادي عندي تقريبا معلقه كبيره ديال الزبده اللي غادي نسوطي فيها هاد الدجاج هذا. عندي هنايا لا كريم فريش، عندي هنايا شويه ديال لاموطا دي عفوا ديال المايونيز اللي غادي نديرو السلطه. وعندي هنايا هنا عندنا لي شامبينيون. هنا غادي ناخذ غير واحد الكميه اللي غتكفيني لهاد الدجاج هذا، يعني ممكن انكم ديروا غير ديك لابواط صغيره. وعندي هنايا صوص سوجا. فدابا البنات اول حاجه غادي نديرها معاكم فهي هاد السلطه هادي. فإلا بغيتو تقطعوها باي شكل كتحبوه، فانا هنايا غادي نقطعها بهذا الشكل هذا. طبيعة الحال غادي نتبلها بشويه ديال مليحه. غادي نحيد لها هاد الزريعه هادي. فوالا مليحه، شويه ديال الابزار، شويه ديال هذا المايونيز، ما عرفتش مالي انا اليوم مع لاموطارد. المهم المايونيز مليحه، شويه ديال الابزار، وشويه ديال عصير الليمون اولا الخل ديال الليمون اللي كتفضلوا. صافي غادي نزول ليها هاد العيبات هادو. بالنسبه للسلطه البنات، تقدروا ديروا سلطه ديال الرز اولا ديروا ترفقوا بخضر صوصي فاللي بغيتو. تقدروا ديروا مثلا هكذا شويه ديال الخيزو، شويه ديال البطاطا هكذا تقطعوها على هذا الشكل هذا صغيوره، مربعات صغيوره. ممكن انكم تضيفوا لوبيا خضراء الى عندكم لوبيا خضراء طويله، حتى هي تقدروا تسلقوها وتسوطيوها مع جلبانه. يعني جميع انواع الخضر اللي كتسلق هكا وكتسوطيوها تقدروا تضيفوها مع شويه ديال زيت الزيتون الثومه، كتجي حتى هي زوينه. اولا ممكن فقط غير جزر تقطعوه بشكل طولي ايوا، وتديروا معاه اللوبيا الحمراء حتى هي كتجي صراحة زوينة. ان شاء الله غادي نتقاسم معكم هاد السلطة ديال اللوبيا الحمراء، حتى هي كتجي زوينة.
فانا البنات غادي نكمل التقطاع ديال هاد المطيشه هادي، غادي نقطعها بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا، طريفات صغارين. بالنسبه للخيار حتى هو غادي نقطعه على هذا الشكل هذا، الكروم حتى هو غادي ناخذ فقط غير واحد شويه وغادي غادي نقطعه. وبالنسبه للجزر فانا غادي نقشره وغادي نحكو، غادي نحكو حتى هو بشكل طولي ورقيق. صافي هذه هي السلطه. فدابا غادي ندوزو لتحضير الدجاج ديالنا، خليكم معايا. ودابا البنات رجعت باش نطيب معكم صدر ديال الدجاج ديالنا. اول حاجه غادي ندير في المقيله هاد الزبيده هادي، كما كتشوفوا غادي ندير معها شويه ديال الزيت، هنايا كيف ما شفتوا درت الزبيده معلقه ديال الزبده مع شويه ديال الزيت نباتيه، وغادي نضيف البنات موراها كيف قلت لكم هنايا شرائح ديال الصدر ديال الدجاج اللي قطعته على هذا الشكل هذا. فانا الدجاج عندي هنايا مازال كونجلي. هنايا غادي نضيف شويه ديال الثومه، هنا عندي جوج فصوص ديال الثومه كيف قلت لكم، جوج فصوص ديال الثومه مع سكينجبير الابزار. هنا ما كثرتش الابزار البنات لانه عندي البزار الابيض والبزار الكحل، ف و تيكون البزار الابيض تيكون شويه حار. صافي وعندي المليحه، غادي نخليها تطلق ليا هنايا مزيان، فهنايا كتطلع لي الريحه ديال الثومه. انا صراحه من عشاق الثومه، كنبغي الثومه صراحه بزاف. فمن بعد ما غادي يتشحر لي داك الدجاج غادي نضيف له هذا لي شامبينيون. فالبنات كاينه طريقه اخرى بغيتو تستعملوها، كديروا مع ديك الزبيده كتشحروا معها الثومه، كتشحروا مع هذيك الثومه من بعد كتضيفوا لي شامبينيون عاد كتزيدوا عليهم الدجاج. فانا جربتها صراحه وما ماشي ما عجبتنيش، ولكن تنبغي لي شامبينيون يبقاو شويه شادين في راسهم، والثومه ما كنبغيش نطيبها بزاف، يعني فقط طيب لي مع هاد الصدر ديال الدجاج كافيه. حتى هاد الثومه نضيف عليها شامبينيون ولا كريم فريش صافي ونزلهم، يعني كيطيبوا لي في ساعه ما كيتعطلوش. فهنايا غادي نخلي على الصدر ديال الدجاج ديالي يطيب ومن بعد نرجع لكم. كيف ما كتشوفوا البنات الدجاج ديالنا بعد ما كيطيب كيتحمر بوحديته، كيف ما كتشوفوا كيتبدل اللون ديالو على هذا الشكل هذا. فهنايا غادي نضيف معلقة وحدة ديال صوص صوجة على هاد الشكل هذا، وغنضيف معاه لي شامبينيو. كيف كتشوفو لا صوص صوجة كتبدل لينا اللون ديال الدجاج ديالنا. فالبنات بالنسبة لا صوص صوجة تقدرو تكثرو، تقدرو تقلو على حساب الكمية ديال الدجاج اللي غادي ديرو. فوالا، وهنا غادي نضيف لي شامبينيو، نحطو كمية غادي نخليهم غير واحد جوج ديال الدقايق يشربو لي هاديك التومة
داك الزبيده اللي درنا والزيت صافي، وغادي نضيف عليهم مباشره لا كريم فريش. فهنا البنات من بعد ما دازت جوج ديال الدقائق غادي نضيف لا كريم فريش. غادي نشوف واش غتقدني هاد الكونتيتي ولا لا. صراحة البنات هاد الطبق هذا مفضل عندي، كيجي لذيذ بزاف، فانا غادي نزيد شويه ديال لا كريم صافي. فوالا كيف ما كتشوفوا غادي نخليوها واحد تقريبا جوج ديال الدقائق على ما يتكتف ليا هاد لاصوص هادي. وغادي ندوز معاكم التقديم ديال الطبق ديالنا. فالبنات بالنسبه اللي ما عندهمش اولا اللي ما تواجدتش عندهم لا كريم فريش، ممكن يعوضوها بياغورت مبسوس وفرماج، سواء الفخوماج كيغي يعني المربع اولا المثلث اللي كتحبوا، اولا واحد الطريقه البنات اللي خاصكم تسمعوني مزيان. ف كتزولوا الدجاج ديالكم، كتخليو هذيك البصيله ديك عفوا ديك الثومه مع داك الزيتون والتوابل، كتاخذوا كاس ديال الماء اللي تيكون دافي، كتضيفوا معاه واحد نص ديال الكنوره ديال الدجاج اولا ضامه البنه، كتضيفوها مع حتى كتذوب هذيك الضامه ديال البنه ديالكم. ومن بعد كتضيفوها على ديك الزويته والثومه، كتخليوها تغلى واحد شويه، ومن بعد كتضيفوا واحد معلقه كبيره ديال المايزينا، كتخليوها تغلى حتى كتعقد على هذا الشكل هذا، ومن بعد كتضيفوها لي شامبينيون ديالكم وحتى الصدر ديال الدجاج ديالكم. فهذه حتى هي كتجي صراحه بنينه، كيجي المذاق ديالها مغاير كيف ما شفتوا. فانا تقريبا وصلت يعني المبتغى ديالي في لاصوص، تنبغيها على هذا الشكل هذا. فانا هنايا غادي نطفي عليها وغادي ندوز معكم باش تشوفوا الطبق النهائي. ورجعت لكم البنات باش نوريكم الطبق ديالنا كيفاش جا. فهنا خديت هاد الطبسيل هذا حطيت فيه هنا لي فخيت ديالي، وغادي نحط فيه هذا الصدر ديال الدجاج مع لي شامبينيون و لا كريم فريش. صراحه هذا البلا هذا كيجي رائع جدا، ما تقنعوش منه. كي قلت لكم هاد بالنسبه للبنات ديال جديده غادي يكونوا تيعرفوا هاد البلا هذا. فوالا. وبالنسبه للسلطه فانا هنايا كي قلت لكم الخيار مطيشه الخيزو مع الكروم اللي قطعتهم، ودرت معاهم شويه د الملح شويه د الابزار مع شويه ديال الكمون والمايونيز، ودرت معاهم شويه ديال زيت الزيتون مع قطرات ديال عصير د الحامض. غادي ناخذ واحد شويه فوالا. صراحه هاد الطبق انايا كيعجبني بزاف، يعني ما تحتاجوش تاكلوا معاه الخبز بالنسبه للناس اللي ما تيبغيوش الخبز ولا هذا، فقط بوحديته فهو يعني كامل ومكمل كيف ما تنقولوا. فوالا البنات هذا هو الطبق ديالنا كيف ما كتشوفوا، كيجي على هذا الشكل هذا، كيجي صراحه رائع جدا. كي قلت لكم ممكن انكم تعوضوا هاد السلطه بالخضر سوتي، وهاد الفريت هادي ممكن تعوضوها بالروز هكذا، الروز اللي تديروا فيه الشرموله اولا روز هكذا مسلوق مع المايس والطون. بالنسبه للصدر ديال الدجاج ممكن تعوضوه بهذا، تعوضوا بصدر ديال لاداند. وبالنسبه لا كريم فريش ممكن حتى هي تعوضوها بدان مسوس مع الفخوماج. فالبنات وصلنا لنهايه لا فيديو، كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، وما تنسونيش من لي لايك ديالكم والتعليق ديالكم اللي كتزيد تشجعني وكتفرحني بطبيعه الحال.
فكنتمنى ان الفيديو ديال الفيديو عفوا ديال اليوم ينال اعجابكم، والى اللقاء الى فيديو جاي ان شاء الله.